2004 2005 مع وجود البطولات مع برشلونه بيعودون امامنا الفرات فيها ان يفتتح الاحداث، ولكن كره في القائم الايسر. شوف التمريره وشوف دفاع اتلتيكو مدريد بقى ما يقدرش على اللاعب السريع والخفيف، وادي امامنا واحده ثانيه وخمسه بقى المره دي. شوف العال شوف العال وشوف اللمسه وشوف ميسي. كره في القائم الايسر من فيا وصعب ان تقاوم فيا، وطبعا ميسي وبيدرو وانيستا وتشافي. فريق لا يقاوم فريق لا يقاوم، حتى لو كان اتلتيكو مدريد بطل السوبر الاوروبي، وحتى الحارس اللي بيعد افضل حارس صاعد في اوروبا حارس ديفيد فيا. وادي امامنا هنا ميسي يسجل في هذه اللقطه ويسجل هدفه الثاني في مسابقه الدوري الاستشي العام الماضي 4-3. لكن شوف الكره من بيدرو، شوف الكره من بيدرو، شوف اللمسه فنان. يعني هنا امامنا هو جاي الراجل هربان من الرقابه وهربان من كل من يطارده في هذا الملعب، لانه يملك قدرات خاصه.